فان شاء الله نتمنى الخير والسلامه للجميع. لكن فيما يخص النادي الاهلي او فيما يتعلق بالنادي الاهلي، فالكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي النهارده كان ليه بعض التصريحات اتكلم فيها عن بعض الامور اللي ممكن تكون بتشغل بال جمهور الكره المصريه وجمهور النادي الاهلي تحديدا. الكابتن سعيد عبد الحفيظ اتكلم على معسكر الاهلي، وفي اتجاه او في تفكير عند المسؤولين في النادي الاهلي عند الجهاز الفني تحديدا ان يكون في معسكر خلال الفترة الجاية. المعسكر ده لو أقيم هيبقى طبعا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مخاطبة النادي الأهلي، وهنشوفه هل ينفع ولا ما ينفعش، لكن لسه ما فيش أي قرار رسمي من قبل المسؤولين في النادي الأهلي أو من قبل الجهاز الفني في النادي الأهلي بخصوص المعسكر خلال الفترة اللي جاية أو الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي. في قلق طبعا على مستويات اللاعبين البدنية والفنية بسبب إن ما فيش أي تدريبات، لكن في كل الأحوال القرار هيتم اتخاذه يوم الحد اللي جاي باذن الله تعالى. الحد الجاي هيبقى في اجتماع من الجهاز الفني هيتكلموا فيه طبعا بحضور الكابتن سعيد عبد الحفيظ وكده في كيفيه مواجهه هذه الفتره. هل في امكانيه ان يكون في معسكر؟ مش